بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، نعبده ولا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد والكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحباب الأكارم، أزف إليكم في هذه الليلة المباركة بشارة من نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ يأتينا بها الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه في صحيحه في باب حفظ اللسان من فم النبي الطاهر صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الصحابي الجليل سهل بن سعد الساعدي عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث يقول: أخرج الإمام البخاري رضي الله عنه في صحيحه من رواية الصحابي الجليل سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وبين رجليه أضمن له الجنة. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. أيها الأحباب الأكارم، من الذي يتحدث؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى قال عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وسلم. فكلامه صدق وحديثه حديث الصدق. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الضامن، فتأكد 100% أن هذا شيء محقق. والنبي عليه الصلاة والسلام يأتينا في هذا الحديث بأمر، ألا وهو أنه قال: من يضمن لي كذا يحدث له كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دلنا على باب من أبواب الجنة وطريق من طرق الجنة، سهل يسير على من يسره الله عليه، وصعب على من صعبه الله عز وجل عليه. أيها الأحباب الأكارم، يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه. ما بين لحييه، ما بين هذا الصدغ في هذا الاتجاه وفي هذا الاتجاه، واللحية هي منابة الشعر الطبيعي على البشرة، أي من يضمن لي هذا اللسان وهذا الفم، فلا يتكلم إلا بسوء، ولا ينظر فيما يطعم ويشرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أتى بصفة التعريض، ولم يقل من يضمن لي لسانه، بل قال: من يضمن لي ما بين لحييه، وهو الفم بما يحتويه على اللسان وعلى الطعام والشراب، أي أن تتقي الله عز وجل في طعامك وشرابك، وأن تتقي الله تعالى وتراقبه أيضا في كلامك وفي حديثك. إذا ضمنت هذا الفم واستخدمته فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأكلت ما أحله الله عز وجل لك، أبشر فأنت قد وفقك الله عز وجل إلى باب من أبواب الجنة، لأن هذا الكلام كلام صدق وكلام حق، إذ هو من فم النبي الطاهر صلى الله عليه وسلم. لأنه يقول في الحديث، والحديث في الصحيح من رواية الصحابي الجليل سهل بن سعد الساعدي: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد هذا الحديث نريت بين البخاري رضي الله عنه وارضاه. الصحابي الجليل هزنم السعد بن سهل بن سعد الساعدي ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم said: whoever will guarantee for me whatever between his jaws and his mouth, his tongue and his mouth, and will guarantee for me whatever between his legs and his private part, I guarantee al-jannah for him.
Listen to that. Who's saying that? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam telling us about one way to Al-Jannah. It's guaranteed already. But if you did what Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam asked you to do, to guarantee your tongue, and if you do your job as a person to take care of your food and your drink and to look from halal to haram, and you keep your tongue, you will be very good guard for your tongue. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam told you that this is way for Jannah. And second part, وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ whatever between his legs, your private part. وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أي من يضمن لي ما بين رجليه أضمن له الجنة. حينما نستقرئ أول سورة المؤمنون والله تعالى يأتينا بهذه البشارة فيقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم عن للزكاة فاعلون والله تعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ثم يقول الله لهم في هذه الصفات أولئك هم الوارثون أي من يفعل هذه الخصال فهو الوارث الحقيقي لجنة عدن أسأل الله تعالى أن نكون إياكم من سكانها يقول الله أولئك هم الوارثون الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الله أكبر واسمع إلى ما يقوله لك حبيبنا صلى الله عليه وسلم في حديث آخر رواه الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورواه وصححه الإمام الألباني رضي الله عنه وأيضا رواه الإمام ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي ستا من أنفسكم اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة اضمن للنبي صلى الله عليه وسلم ستا يضمن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن من يصنع هذه الست يضمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة اضمنوا لي من أنفسكم ستا أضمن لكم الجنة هذا كلام النبي الطاهر صلى الله عليه وسلم يا أيها الأحباب الأكارم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء يخاطب الصحابة فقالوا يا رسول الله إنا لنستحي من الله حق الحياء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حق الحياء أن تحفظ الرأس وما حوى أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى أن تحفظ هذه الرأس من جوارح وضعها الله تعالى فيها من فم كيف تطعم كيف تتكلم من عين تبصر فيها الحلال من أذن تسمع فيها الحلال ثم تتقي الله تعالى في هذه المعدة وفي هذا البطن فلا تدخلها إلا من حلال لأنه يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله تعالى أن يحفظنا وأن يحفظكم اللهم أمين يا رب العالمين أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به والعياذ بالله أي إذا أطعمت أهلك وأولادك من حرام فاعلم أن مكانك في نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى كما قال ربنا سبحانه وتعالى فيا أيها الإخوة الأكارم بشارة وضمان من حبيبنا صلى الله عليه وسلم
يقول لك حبيبك عليه الصلاة والسلام اضمن لي هذا الفم بما فيه، كيف أطعمه؟ واضمن هذا اللسان، أي احرس هذا اللسان كيف يتكلم، وانظر في كلامك. إن معاذ رضي الله عنه وارضاه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أدخلني الله عز وجل الجنة وبعدني ربي عز وجل من النار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. يا معاذ، ذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم خصال الخير: تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، إلى أن قال له عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ ألا أدلك على مفتاح هذا كله؟ فقال معاذ رضي الله عنه وأرضاه: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار الحبيب بأبيه وأمي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حبيبك نبيك يشير إلى لسانه فيقول: أمسك عليك هذا. فيستغرب معاذ ويقول: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام معنفا: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، وفي رواية على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. أيها الأحباب الأكارم، بشارة من نبينا صلى الله عليه وسلم أن نتقي الله في هذه العضلة. يا إخوة، عضلات جسمك كلها تتعب إلا عضلة اللسان، عنده استعادة تكلم 24 في 7 أيام 24/7. انظر ماذا يتكلم. يقول الله، يقول الملك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. انظر بتقول إيه. ولذلك روى الشيخ الشعراوي رحمه الله رحمة واسعة وورده في كتابه، لكن لم يذكر من خرج هذا الحديث، فالعهدة عليه وأنا مجرد ناقل، أن الشيخ الشعراوي رحمه الله يقول: يؤتى باللسان يوم القيامة، القطعة دي من الجسد، يؤتى باللسان يوم القيامة فيعذب عذابا شديدا فينطق يقول: أي ربي، لقد عذبتني عذابا لم تعذب به أحد من الجوارح. فيقول الله عز وجل للسان وعزتي وجلالي: كذلك أردت بك، كذلك أردت بك، لأنه بك انتهك العرض الحرام، وأخذ المال الحرام، وسفك الدم الحرام، فوعزتي وجلالي لأذيقنك شديد عذابي وأليم عقابي، والعياذ بالله. هذا اللسان، هذا اللسان إما أن يدخل هذا الجسد كله إلى جنات النعيم، وإما أن يدخله والعياذ بالله وعفانا الله وإياكم إلى جهنم. أسأل الله أن يحفظنا وأن يحفظ علينا ديننا، اللهم أمين يا رب العالمين. My dear brothers and sisters, معاذ رضي الله عنه وارضاه أسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام to tell him about what is the key to go straight to Jannah. And رسول الله عليه الصلاة والسلام said to him, this is something very big. This Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for whoever, Allah will make it easy for him. But I will tell you the key for everything. The key for all the stuff you need to do is to keep your tongue, to guard your tongue. So Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu ardaan said to Rasulullah alayhi sallam, Ya Rasulullah, Allah will ask us for everything we talk about. So Rasulullah alayhi sallam told him, Oh Mu'adh, most of the people in hellfire will be just because of the harvest of their tongue. The harvest of their tongue. So it's so important. Rasulullah alayhi sallam to given us this glad tidings that just keep that. Look from where you're feeding your family. And look whatever you are talking. Second, look to your private part. Keep it.
guard it. And inshallah, if you did that, inshallah, this is a straight path for you to Jannah. May Allah subhanahu wa ta'ala accept all of us in His Jannah. Allahumma ameen ya Rabbil Alameen. Allahumma aghfir dhunubana. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الإيمان قلوبنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم احفظ على شبابنا دينهم وأماناتهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تهدي شباب الأمة يا رب العالمين. اللهم اهدهم ويسر لهم سبل الهدى واغفر لنا ولهم وصلى الله وسلم على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وشكر الله لكم جزاكم الله خيرا.